نقلة نوعية على الصعيد الخدمي تشهدها دائرة جوازات نينوى، تمثلت في رقمنة إصدار جواز سفر للمواطنين في مؤشر واضح على التقدم الحاصل في الحوكمة التي تسعى الدولة لتحقيقها. تنفيذ أمر السيد معالي وزير الداخلية المحترم وبإشراف السيد مدير عام الأحوال المدنية وجوازات والإقامة المحترم، تم على بركة الله هذا اليوم وبحضور السيد محافظ نينوى افتتاح مكتب جوازات نينوى الثاني، وبذلك تكون محافظة نينوى المحافظة الأولى في العراق اللي يفتح فيها مكتبين للجواز الإلكتروني. أهم ما يحمله هذا الجواز هو مصنوع من مادة وبيع ويتضمن علامات من الصعب تزويرها إن لم نقل من المستحيل. إصدار جواز سفر إلكترونياً وما يوفره من جهد ويختصره من وقت، كل ذلك سينعكس إيجاباً على صعيد الخدمة التي سيلمسها المواطن عبر افتتاح مكتبين لإصدار جواز السفر الإلكتروني في محافظة نينوى. تنفيذا لتوجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم والسيد مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة المحترم، تم على بركة الله اليوم وبحضور السيد محافظ نينوى المحترم افتتاح مكتب جوازات نينوى الإلكتروني الثاني السريع. من الموصل إيهاب الكاسر، قناة الرشيد الفضل.